مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره طبيه جديده من برنامجكم طبيب اليوم، وعوده ليكم بعد توقف دائم لمده شهر رمضان الكريم وموسم جديد من البرنامج وفي الديكور الجديد على قناه النهار اليوم. لكن احنا جديد بالنسبه لنا هو ضيوفنا اللي بتكون معانا كل مره، وجديدنا كمان ان احنا بناكد على هدفنا من برنامج طبيب اليوم، وهو وعي او زياده الوعي والثقافه الطبيه لدى كل مشاهدينا اللي بيتابعونا. احنا بنقوم باستضافه نخبه من كبار او رواد كمان الدكاتره في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفه. بنحاول ان احنا نوصل لكم المعلومه الطبيه في شكل بسيط وسلس وسهل ليكم، علشان اللي عنده اي مشكله يقدر من خلال برنامجنا يتابعها وكمان يعرف ممكن حلها، ان مفيش حاجه مستحيله في الطب الان. بيسعدنا يكون معانا النهارده هو رائد في مجاله، وكمان هو عاش طول عمره في امريكا وكان هناك لمده اعوام طويله جدا، وعاد لمصر علشان يعني يديها من خبرته الواسعه في مجال طب الاسنان. زراعه الاسنان كتير متخوف منها في مصر حتى الان، ولكن هي مش مشكله او مش حاجه صعبه، ولكن هو حل جذري لبعض الناس اللي بيعانوا من مشاكل اسنان، وبيكون كمان لجؤوا للحلول القديمه وفي نفس الوقت ضرتهم ما نفعتهمش. بيسعدنا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور اكمر سمائيل، استشاري تجميل وزراعه الاسنان وعلاج الالام الوجه والكفين والفكين بكاليفورنيا، ماجستير علاج الوجه والفكين جامعه جنوب كاليفورنيا، وزميل الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان بنيويورك، وعضو الاكاديميه الامريكيه لعلاج الالام الوجه والفكين. دكتور اكرم اهلا بحضرتك منورنا، والحمد لله على سلامتك، ومصر نورت بوجودك معانا. في البدايه دكتور كنت يمكن بتكلم مع حضرتك ان بعض الحلول القديمه اللي الناس كانت بتلجا ليها في مشاكل الاسنان ضرتهم اكتر ما نفعتهم، فحضرتك قلت لي احنا فعلا كنا بنمارس اساليب قديمه جدا، وانت لما جيت لقيتنا يعني ماشيين على نهج قديم خلاص يعني ما عادش بيستخدم فيه دول العالم كلها معظم الاحيان. ايه اهم المشاكل اللي حضرتك شفتها او تابعتها من خلال وجودك في مصر الفتره اللي فاتت في علاج مشاكل الاسنان بالطريقه القديمه؟ يعني كان معظم المرضى مثلا لما بيبقى عندهم حاجه بايظه في اسنانهم يا اما بتتخلع يا اما بتتساب من غير تركيبات، وده بيأثر على العظم اللي موجود في الفك، لان لما بنشيل السنه او الضرس من الفك العظم بتاع الفك بيبتدي يضمن ويبتدي يسبب مشاكل للاسنان اللي من ناحيتين. طبعا احدث حاجه دلوقتي الطرق القديمه كنا بنعمل يا اما حاجه متحركه يا اما مثلا كوبري ثابت على الناحيتين، بنبرد السنتين من ناحيتين ونعمل كوبري عليها، او احدث حاجه اللي هي الزراعه. الزراعه بنتعامل في موضع واحد بس اللي هو موضع السنه، يعني بنحط مسمار وبعد كده بنركب عليه الطربوش او الكراون، وده بيبقى احنا بنتعامل في موضع واحد بدل ما بنتعامل مع ثلاث اماكن أو مختلفه. بالنسبه للناس اللي هي كانت بتفقد كل الاسنان كان بيبقى فيه الطقم، برضو الطقم بعد فتره بيبقى محتاج ان هو يتغير لانه بيوسع، لان العظم زي ما قلنا بيبتدي يكش بيبتدي يضمر، فالطقم بيوسع. المريض ما بيقدرش يلبس الطقم، ما بيقدرش ياكل بيه كويس، ما بيقدرش يتكلم بيه كويس طبعا. غير كده وكده بيسبب التهابات في الفك او في اللثه، بيسبب كمان روائح كريهه وحاجه زي كده، يعني بيبقى محتاج نظافه بشكل كبير جدا بشكل يومي. احدث حاجه ان احنا بنعمل زراعه للفك كله، وبتبقى في نفس اليوم زراعه في نفس اليوم. انا عايز ابدا بس مع حضرتك في البدايه نعرف الجديد في زراعه الاسنان في العالم، يعني في دوله امريكا مثلا في الولايات المتحده الامريكيه اكيد في مرت بمراحل كتيره في زراعه الاسنان بالزبط. احنا لسه متوصلناش في مصر، لكن اكيد حضرتك هتقدر ان انت تنشرها في مصر بشكل كبير. هي دي احدث حاجه تقريبا دلوقتي في امريكا اللي هي الاول ان فور، اللي هي زراعه الفك الكامل في نفس اليوم. بنحط تقريبا اربع زراعات، اثنين من قدام، ما اعرفش الكاميرا اذا كانت هتقدر تجيب هتجي لحضرتك.
بنحط زرعتين من قدام وزرعتين من الخلف، بيبقوا جايين بميل معين علشان نتجنب التجويف الأنفي اللي موجود على الناحيتين، وبنركب السنان في نفس اليوم. طيب نقولها تاني علشان الكاميرا جت عند حضرتك دلوقتي، اتفضل. هتبقى في زرعتين في الامام. بيبقى بنحط زرعتين في الامام مستقيمين، وبعد كده من الخلف بنحط زرعتين بيبقوا بزاويه معينه. تمام. دول بيبقوا بزاويه علشان بنتجنب التجويف الانفي اللي هنا، لان لما بنخلع السنان اللي ورا العظم كله بيدوب في المنطقه دي، فما نقدرش نحط زرعات، والا هنعمل زراعه عظم وده بيستنى حوالي 8 شهور طبعا، وبعد كده بنعمل الزراعه التقليديه ودي بتاخد لها كمان حوالي 6 7 شهور تاني. فبنوفر على المريض الوقت، وفي نفس الوقت بنديله سنان في نفس اليوم طبعا. يعني بيجي من غير سنان بيطلع بسنان ثابته في نفس اليوم. ودي وفرت لناس كتيره المشاكل، الاطقم المتحركه والحاجات دي كلها، وبدل ما بيستنى سنه مثلا لغايه ما بياخد سنان، فهو بياخد سنان في نفس اليوم. بياخد سنان في نفس اليوم وبيخرج. بيكون طبعا وقت العمليه بتقوم في وقت قد ايه؟ الزراعه بتاخد لها حوالي ساعه، وبعد كده السنان بتاخد حوالي ساعتين، يعني 3 ساعات للفك. 3 ساعات. وطبعا بيكون النوع، يعني حضرتك تختار نوع بنج معين، في نوعيه معينه للبنج المستخدم في زراعه الاسنان؟ معظم البنج اللي احنا بنستخدمه هو لوكال، اللي هو البنج العادي. العادي. بس في حالات كتيره كنا بنعملها تحت الجنرال انستيزيا، البنج كليا. يعني النوبه اللي ايه طيب يا دكتور؟ بتعملها جنرال انستيزيا او بنج كلي؟ ليه؟ في ناس بتخاف، في ناس بتقلق من المواضيع دي، فبنعملها بنج كلي. واحنا بنقدر نعمل اي حاجه في الاسنان تحت البنج الكلي. الموضوع بس طبعا بتبقى في مستشفى وكده، يعني بتبقى ليها اجراءات ثانيه. اكيد. بتناسب كل الاشخاص حضرتك قلت، او كل الحالات المرضيه اللي بتجي لك زراعه الاسنان بهذه الطريقه، ولا في يعني حالات بتقول لا انا مش مناسبه ليهم الطريقه دي؟ دي بترجع طبعا للحاله المرضيه بتاعت المريض، يعني لو هو مثلا عنده سكر عالي جدا ممكن ما ينفعش دي. غير كده، مع ان مريض السكر اكثر الاشخاص او اكثر الحالات اللي بيكون عرضه لفقدان الاسنان. عملنا حاجات كتيره لمرضى سكر، بس لازم السكر يبقى تحت الكنترول، يعني كنترول، يعني المريض بياخد مظبطينه كويس ومفيش مشاكل تانية. ما بياخدش أدوية مثلا بتأثر على الزراعة والعظم، فبنعملها عادي. يعني لسه مثلا من أسبوعين عملنا عملية لواحد عنده سكر وركبنا له أسنان في نفس اليوم. ما بيبقاش فيه بعد كده بقى اللي هو يعني ما نقول مثلا يعني بريكوشنز حضرتك بتقولها، او بعض التعليمات بتقولها لهم بعد تركيب الاسنان او بعد زراعه الاسنان نقوم بيها علشان نحافظ عليها، او كمان مابقاش فيه الام بعد؟ ان هو يعني يعتبر ان هو عنده اسنان عاديه، بيغسلها بينظفها بيعمل كل كانه بالظبط عنده اسنان. مفيش فرق بين اسنان مزروعه والاسنان العاديه؟ مفيش اي فرق؟ لا. احنا معانا كمان بعض الصور اكيد هنعرضها لحضرتك وتعلق لنا عليها علشان برضو نوري الناس، لان ممكن يكون حد عنده الحاله او بيعاني من اسنان بشكل معين ومبقاش عارف ان هو الحل موجود في زراعه الاسنان. وتخيل ان هو هيفضل بالشكل ده طول حياته او هيعاني من الام اسنانه طول الحياه. هنتابع مع بعض الصور. دي مريضه كانت جات لي وكان عندها لسه اسنان بس كان عندها جام ديزيز، فكل الاسنان بتاعتها ملخلخه، فشلنا السنان وحطينا الزرعات وركبنا اسنان في نفس اليوم فوق وتحت زي ما حضرتكم شايفين بيفور اند افتر. الصوره اللي بعديها دي صوره الاشعه بعد ما عملنا العمليه الزرعات. فاحنا طبعا هنا عندنا 4 زرعات بدل ما كنا في الاول الطريقه القديمه بنستخدم 8 و10 و12 زرعه، فدي طبعا بنستخدم 4 زرعات بس. في نوع اشعه معين بتستخدم علشان حضرتك تقدر؟ بنستخدم الاشعه المقطعيه اللي هي ثلاثيه الابعاد 3D. وبعدين دي اللي هي صوره بتاعت الاسنان، طريقه الزراعات والاسنان لما بتركب عليها. الميزه طبعا هنا ان احنا لما بنركب دي في الطريقه الجديده ان الاسنان بتتركب بمسامير، فلو حصل اي حاجه في اي سنه اتكسرت بقدر افكها واشيلها واصلحها وارجعها تاني. الطريقه القديمه كانت بتبقى لازق، فلو حصل حاجه لازم اقطع
السنان دي كلها وعملها من جديد. جديد ودي تكلفه عاليه جدا طبعا كده. طبعا دي بيقدر ياكل عليها اي حاجه يا دكتور بقى؟ مفيش حاجه ممنوعه زي السنان العاديه دي برضو مريضه تانية بتبين بيفور وان افتر برضو اتعمل لها الفكين فوق وتحت في نفس اليوم. ده نفس الكلام، دي كان الفك اللي فوق زي ما احنا شايفين كانت عندها اسنان كتيره مفقوده وبرده بقيه السنان ملخلخه وبايظه فاتشالت واتعملت برده في نفس اليوم. نفس الحكايه هنا زي ما احنا شايفين. بيوصلوا للحاله دي ازاي؟ يعني ايه ايه اللي بعض الحاجات اللي الناس بتعملها بتوصل للحاله دي؟ في امراض معينه احنا ممكن عدم يوصل لكده؟ عدم زياره دكتور السنان، تراكم الجير زي ما احنا شايفين هنا، مثلا تراكم الجير حوالين السنان، الجير ده بياكل العظم، لما بياكل العظم حوالين الجدر بتضطر ان السنه تتلخلخ خلاص ما لهاش حل. التسويس الجامد اللي احنا شايفينه مثلا فكل ده طبعا بسبب الاهمال طبعا طبعا. نفس الكلام ده برضو اتعملت، ودي دي بعد ما احنا عملنا الزراعه مثلا دي قبل ما بنركب السنان بتبقى شكلها كده. الابطمنتس دي نوع معين من الابطمنتس مش موجود في اي زراعات، بتيجي بزوايا معينه علشان نركب عليها السنان، ونقدر نشوف بعد التركيب ده الفك اللي تحت ودي السنان بعد التركيب. هي تعتبر من احدث الطرق اللي موجوده حاليا، احنا اول مركز يعمل الكلام ده في مصر. من واضح طبعا يعني ان هي تقنيه حديثه جدا ووارده لنا من الخارج يعني. وهي نفس الزراعات كمان هي زراعات مخصوصه يعني. ما انا كنت بقى اتكلم حضرتك عن الكراونز نفسها بقى من بره، هل بتبقى بتختلف نوع الكراونز دي عن انواع تانية متداوله في مصر بتبقى ليها مثلا كواليتي معينه او حاجه معينه عشان تضمن نجاح العمليه؟ دي بتبقى عباره عن احنا بنجهز الاول المريض طقم عادي وبعد كده بعد ما بنحط الزرعات والزرعات بتثبت في البق كويس يعني بنحس ان هي رابطه كويس بنقطع الطقم وبتبقى السنان بالطريقه دي زي ما احنا شايفين. دي بتبقى اللي هي السنان الاطقم العاديه. التركيبه دي بتبقى مؤقته، بدل ما بنسيب العيان 6 شهور او 8 شهور من غير سنان فبنركب العيان التركيبه المؤقته دي. بيقعد بيها لمده من 4 شهور ل6 شهور وبعد كده بيرجع بنعمل له تركيبه ثابته اللي هي بتبقى اسنان بورسلين او زيركونيا. بورسلين او زيركونيا ده احسن انواع دلوقتي للكراونز علشان تكون ليها طبعا يعني زي ما بيقول كده تعيش طول العمر. تعيش طول العمر مع الشخص ما يضطرش ان هو يغيرها او تتكسر او بالزبط. يعني حاجه تحصل فيها اي ديفو. الزيركونيا طبعا زيركونيا وصحيه وامنه طبعا ان ما فيهاش اي نوع من انواع البلاتينيوم او الحاجات ما فيهاش اي معدن ده احسن حاجه طبعا يعني. احنا بنتكلم على لو اتكلمنا على الهوليستيك دينستري او الحاجه اللي هي كومباتبل للجسم يعني اي حاجه ما تضرش الجسم فتعتبر الزيركونيا من ضمن الحاجات اللي هي كومباتبل واللي هي ما بتضرش الجسم. لو حد مريض سكر جه لحضرتك ويمكن حضرتك تقول ان في حاله جت بتطلب منه ان هو يبدا ان هو يظبط معدل السكر بتاعه بشكل كبير لانه بيبقى عنده افقد اسنان بكميه كبيره وبيبقى خايف من عدم التئام الجرح. وبنشوف الافريج بتاعه كل 3 شهور كان قد ايه. لو عالي جدا طبعا بننصح ان هو ما يعملش زراعه، لكن لو هو في المعدل الطبيعي بنعمل زراعه عادي. طب ايه البديل ليه غير الزراعه؟ بيبقى الطقم. في الحاله دي بيكون الطقم هو الاختيار. وللاسف الطقم بعد كده بيحتاج ان هو بيغيره كل فتره يعني مثلا كل 6 شهور لازم يغير الطقم او بيعمل له ريلايننج بتاعه وبيجي في وقت ان هو ما بيقدرش يلبس طقم خالص لان العظم كله بيكون داب فالطقم ما مش هيثبت في اي مكان. طبعا بشكل كبير. زي ما احنا بنهتم برضو بجمال او شكلنا بشكل العام، دلوقتي جمال الاسنان بيفرق بشكل كبير جدا في الشكل الخاص لاي حد. طبعا يعني الابتسامه دي سحر. يعني السحر خاص كده، الابتسامه دي بتكون مهمه جدا لكل الاشخاص. تجميل الاسنان برضو دي حاجه جديده حضرتك يعني بتشتغل بيها هنا في مصر، ويمكن هي موجوده بقالها فتره ولكن حضرتك بتستخدمها بتقنيات حديثه اخرى زي القشره التجميليه وما الى ذلك. تكلمنا عنها برضو بالتفصيل. التجميل فيه طبعا احدث حاجه للتجميل التبييض او اللي هو الفينيرز او اللومينيرز. دي بتبقى عباره عن قشره خفيفة جدا بتتلزق فوق الأسنان فبتدي جمال للأسنان. ممكن بتبقى مثلا نوع بتبقى بيضاء
على حسب بقى المريض عايز شكلها ايه، يعني مثلا واحد سنانه صفرة او سنانه مزرقة، كان مثلا بيعود تترا سايكلين امه وهي حامل بتاخد تترا سايكلين فالسنان بتطلع زرقاء. فالاحسن حاجة ان هو بنعمل القشرة التجميلية اللي بتبقى زي الضوافر اللزق اللي هي بس دي بعض الحالات بتبقى بتكبر البق او بتعمل تقدم في الاسنان كده، او اسنان بتكون شكلها طويل شويه. لما بتعمل تقدم في الاسنان دي لما بتبقى مش متحضره كويس، مش متحضره دي حاله دي مثلا جت كان معي. عندها بريدج اربع او خمس سنان وما كانش عجبها الشكل بتاع الاسنان. طبعا لما شلنا البريدج ده لو نبص على الصوره اللي بعد كده هتبص ان هنلاقي السنان كانت كلها بايظه خالص ومتاكله. ابتدينا عملنا علاج عصب للاسنان وعملنا بيلد اب للاسنان وبعد كده ركبنا تركيبه عليها زي ما هنشوف كده. فطبعا خدنا الشكل بتاعها، الشكل اللي بيبقى مع اللور ليب اللي هو لما تبتسم ازاي السنان بتبان بشكل كويس. تمام. ساعات بعض الناس بتعاني بقى من ان هو لما بيركبوا حاجه الجزء اللي بيبقى غامق الاسود اللي فوق في الجعم في اللثه من فوق ده بيبقى من الميتال او بيبقى حصل ريسيشن للثه. ده هنا عشان ده احنا صورنا بعد التركيبه على طول، فكان فيه اللي هو لسه الدم والحاجات دي. يعني دي بتروح بعد فتره طويله خلاص بتنتهي اللون الغامق ده. لا ده دم، ده مش دم. مش 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 حاجه من وده برضو طبعا ده دي برضو نفس الكلام. ده عملنا فينيرز فوق وتحت فنقدر نشوف الصوره طبعًا اللي بعديها. يعني اكيد شلت الجير ونظفته فطبعا الشكل بيتغير تماما. ما انا بقول لحضرتك السمايل الابتسامه طبعا يعني في البدايه مهمه جدا. طيب الليزر بقى احنا قلنا يمكن اتكلمنا عن الفينيرز وقلت حضرتك التبييض، في بعض الناس بتستخدم التقنيات القديمه في التبييض بماده التبييض ونقعد يعني حوالي اكتر من 40 دقيقه وده طبعا بيأثر على العصب الاسنان الاعصاب. وفي الليزر دلوقتي كمان ايه الاحسن بقى وايه كل حاله مناسبه؟ الليزر لما بنعمل تبييض بالليزر بتاخد حوالي خمس دقائق. خمس دقائق من خمس دقائق ل 10 دقائق للفك. طبعا ده يعتبر من احدث الطرق التبييض يعني. الليزر كمان بنستخدمه في حاجات كتيره. احنا عندنا نوعين من الليزر، نوع ان احنا بنستخدمه لعلاج اللثه والنوع الثاني اللي احنا بنستخدمه لعلاج الام الفكين والمفصل بتاع الفك. فمن ضمن استخدامات الليزر بنستخدمه في علاج العصب عشان نقضي على البكتيريا، بنستخدمه في علاج اللثه لما واحد عنده مثلا بوكيتس او جيوب كتير فبنستخدم الليزر. بنستخدمه في تجميل اللثه برضو لما بيبقى مثلا في لثه طويله عايزه تقصر شويه بنعمل الكلام ده كله بالليزر. ومن احلى حاجه ان ما بيبقاش فيه دم بعد كده. خلاص يعني بقى الالتهابات واللي بتحصل من اللثه برضو اللثه لما بتبقى فيها اللون المزرقي ده بنستخدم الليزر بحيث ان احنا في ناس بتضايق جدا ابتساماتهم بتبقى شكلها مش حلو بسبب الغمقان بيبقى اسنانه بيضة واللثه بتاعته كلها زرقاء كده تقريبا. فبنعمل الكلام ده كله برضو بالليزر. في كام جلسه يا دكتور، في كام سيشن بتبدا توصل للحاله الشكل المرضي بالنسبه لك؟ يعني ممكن سيشن او اتنين على حسب الحاله، يعني على حسب كميه البيجمنتيشن اللي هي موجوده في اللثه، بس تقريبا بتبقى معظمها في سيشن واحد يعني. يعني في خلال ربع ساعه نص ساعه كده بيكون خلاص كله خلص. قبل ما اختم مع حضرتك عايزين نصائح عامه كده للحفاظ على جمال اسناننا والحفاظ على شكلنا كمان، ان الابتسامه دي جزء من الشكل لاي شخص فبتحافظ على جماله. بتنصحنا بحاجات نعملها ايه بقى، البروسيدرز اللي احنا نقوم بيها طول يومنا علشان نحافظ على اسناننا؟ طبعا اهم حاجه ان احنا نعمل غسيل الاسنان بالفرشه واللي اهم من كده الفلوس او الخيط الطبي، لان الخيط الطبي بيشيل بواقي الاكل ما بين السنان. الفرشه بس بتنظف الخارجي بس. واهم من ده ومن ده ان احنا نزور الدكتور السنان كل ست شهور، بنعمل اشعاعات بنشوف اذا كان في حاجه، بدايات مثلا تسويس، بدايات جم ديزيز، فالدكتور يلحق يعالجها طبعا، لان الجير لما بيتراكم حوالين السنه السنه بتبتدي العظم حوالين الجدر بيروح
السنة بتقع. احنا عندنا هنا مشكلة في مصر ان احنا ما بنلجأش للطبيب الا بعد ما بنقول خلاص الالم. لا الالم كمان وجعنا جدا. الحاجات دي للاسف بتكلف اكتر من هو الواحد يروح للدكتور كل ست شهور. بشكرك يا دكتور، نورتنا ونورت مصر كمان مرة تانية. دكتور اكرم صموئيل، استشاري تجميل وزراعة الاسنان وعلاج الام الوجه والفكين بكاليفورنيا، ماجستير علاج الوجه والفكين جامعة جنوب كاليفورنيا، وزميل الكونجرس الامريكي لزراعة الاسنان بنيويورك، عضو الاكاديميه الامريكيه لاعلام علاج الوجه والفكين. وبشكرك شكرا جزيلا نورتنا. بشكركم مشاهدينا حسن المتابعه، وان شاء الله نلقاكم فقرات اخرى وبرنامجكم طبيب اليوم. الى اللقاء. مساء الخير أعزائي المشاهدين، النهاردة هنكمل كلامنا مع بعض عن المواضيع اللي ابتديناها قبل كده، وأهمها شفط الدهون. شفط الدهون ده زي ما اتفقنا إن هو أشهر عملية بتتعمل مش في مصر بس، في مصر والعالم كله. أكتر عملية بتتعمل في جراحات التجميل هو عملية شفط الدهون. وزي المشهور عنها طول عمرها ان شفط الدهون دي عملية كانت للتجميل، ولذلك تحت بند عمليات التجميل. في الفترة الأخيرة احنا ابتدينا نتكلم سوا ونحكي ان احنا ابتدينا نستخدم شفط الدهون بغرض تاني خالص، بغرض انقاص الوزن. واتفقنا ان انقاص الوزن دلوقتي في ثلاث طرق ما فيش غيرها. واحد اللي هو الرجيم والرياضة، نمرة اتنين عمليات تصغير او تدبيس المعدة اللي هو تقليل حجم المعدة او تحويل المسار، نمرة تلاتة واللي ابتدينا نتعامل بيه بنسبة كبيرة هو عملية شفط الدهون. كان زمان زي ما قلنا ان شفط الدهون ده بيستخدم للتجميل. يعني ايه التجميل؟ يعني مريض او مريضة وزنه مناسب، شكله مناسب، عنده جزء بسيط مش عارف يتخلص منه لا بالرجيم ولا بالرياضة، زي الاجناب، زي التسدي عند الرجال، زي منطقة البطن، زي الارداف، فيبتدي المريض يفكر انه يشفط الدهون من المنطقة دي عشان تناسب بقية جسمه، وده حاجة جميلة جدا وبتجيب نتائج مذهلة وهائلة. طيب في الفترة الأخيرة احنا ازاي بقى ابتدينا نقول ان شفط الدهون ابتدى يستخدم في غرض تاني وغرض مهم جدا، اللي هو انا عايز استخدم بعد التقنيات الحديثة اللي دخلت على شفط الدهون من ليزر او فيزر او موجات صوتية عالية التردد، ان انا اخلي المريض ده يفقد وزن، يفقد كيلو جرامات من وزنه. ده مهم جدا. ليه؟ لان كان الطريقتين التانيين مريض مش قادر على الطريقتين التانيين وفشل فيهم. مريض عمل رجيم كتير وبقى يرجع وزنه اكتر من الاول، ركب بالون معدة ووزنه رجع اكتر من الاول، حط حزام معدة ووزنه رجع اكتر من الاول، ومريض مش عايز او مش مناسب انه يعمل عملية في معدته ويصغرها. ودي حاجة المريض حر فيها، يعني هو الثمن اللي بيدفعه انه يصغر معدته كويس، هيفقد كيلو جرامات وهيفقد وزن كويس قوي، بس ده مريض ما بياكلش وما بيشربش لسنين طويلة، يعني بياكل قليل قوي واي زيادة عن الاكل بتاعه بيرجعه. هو مريض عايز ياكل ويعيش حياته بس عايز برضه يفقد وزن. فالنهارده جه الدور الرئيسي اللي شفط كميات كبيرة من الدهون. هي بتتطلب شوية احتياطات لازم نبقى واخدين بالنا منها، لأن أنا بشفط من العيان كمية كبيرة بتتخطى ال 20 وال 25 لتر على مدى 3-4 ساعات. طيب التقنيات الحديثة دي بتمكنني إن المريض ده ما يفقدش دم كويس،
انما ما زال انا باخد دهون بسوائل من الجسم المريض ده، فلازم يبقى عندي كامل الاحتياطات اللازمه والمناسبه ان انا اعوض المريض ده في الفتره دي، واول 24 ساعه ل 48 ساعه من العمليه دي اهم فتره في شفط الدهون، خاصه شفط الدهون الكميات الكبيره اللي بنتكلم عليها. يعني لما نوصل بمريض انه يشفط اكتر من 15 لتر و20 لتر و25 لتر، لا يبقى ده اتسحب من جسمه سوائل كميه كبيره جدا في فتره قصيره، ما سحبهمش مثلا على 5 ايام فاقوم نقدر يعوض نفسه، لا ده هو فقد الكميه دي في ساعات، فلازم اول 48 ساعه يبقى تحت عينيه. هو لذلك العادي في مريض شفط الدهون طول عمره انه بيروح في المستشفى تاني يوم او في نفس اليوم، انما المريض اللي شافت كميات كبيره او واخدين من جسمه كميات كبيره، لا ده لازم بيبات معايا في المستشفى ليله، لازم بيتعوض في فتره الليله دي بالسوائل ومحاليل على قد الكميه اللي شفطناها منه. فدي الاحتياطات اللي لازم للمريض ده، ده مريض مش معمول له شفط دهون عادي، ده احنا بنحاول نخلص المريض ده من وزن بيصل في بعض الاحيان ل 15 و 20 كيلو جرام، فلما نوصل للاوزان دي ان احنا نخلص منها المريض بمجرد شفط دهون، فلازم اول 48 ساعه ده بيبقى مهمين جدا، لان السوائل اللي تنزل مع الدهون دي من جسم المريض ده لازم عيني تبقى عليها وكميتها قد ايه، والمريض ده كميه اخراج البول عنده قد ايه، وفي شويه ملاحظات مهمه جدا ان انا اسيطر بيها على المريض ده في اول 48 ساعه. فالمريض ده في الغالب بيستنى معايا في المستشفى اول 24 ساعه ل 48 ساعه، خاصة في حالات الشفط الكبيره. وشفنا مرضى كتير جايبين نتائج هايله على الكميات اللي بنشفطها دي. مرضى نزلت 17 و 18 و 20 كيلو في من 3 اسابيع ل 3 شهور. فدي نتيجة ما كانتش موصوفة قبل كده، ان احنا بنستخدم شفط الدهون بكميات كبيرة ان احنا ننزل وزن. لا، نجحنا الحمد لله ان احنا بننزل فيها اوزان كتير. يعني المريض في شفط الدهون الكميات الكبيرة النهاردة مش بياخد شكل فقط، لا هو بياخد شكل مباشرة بعد العملية، بيتخلص من مناطق كانت مزعجة بالنسبة له، مناطق كبيرة اكتر من اللازم، لا ده بياخد كمان ان بينزل وزن، ووزن مش قليل. يعني لما نتكلم عن مريض بيفقد 17 كيلو جرام في 6 اسابيع ويوصل ل 20 و 25 كيلو جرام في 3 شهور، دي نتائج كويسة جدا وهايلة. ليه؟ لان الطرق التانية رخرة ليها تمن بيدفع، ان انا صغر معدة مريض ده في تمن بيدفع، ان المريض يمشي على رجيم طول عمره وما بياكلش ومحروم من الاكل ويمارس رياضه ينزل في الوزن وهيجيب نتائج كويسه، بس ده الثمن مدفوع. فالنهارده من اقل الاثمان اللي ممكن المريض يدفعها عشان يفقد وزن زي كده هو حكايه شفط الدهون. برضو احنا مش عايزين نبسط الامور للمريض، ان هو بعض المرضى بتفتكر مثلا ان هي راح عند الكوافير هيقص لها ضوافرها او هيقص شعرها، لا هي عمليه بتتم في اوضه عمليات بكامل التعقيم باستاذ تخدير موجود، وان كان كل التخدير النهارده تخدير موضعي، مفيش بين كل في شفط الدهون كله تخدير موضعي، بس لازم استاذ تخدير لان هو ده اللي بيعوض المحاليل اللي بناخدها من المريض، هو ده اللي بيمونيتور او بيراقب العلامات الحيويه للمريض ده، هو. فالعمليه مش تتعمل في مراكز وفي عيادات وكلام زي كده، لا ما ينفعش، العمليه بتتعمل في مستشفى والاكويبد او متحضره ومجهزه لهذا النوع من العمليات، ستاف فاهم كل العمليه وفاهم انواع التخدير وفاهم انواع المشاكل بتاعتها وفاهم ازاي نعوض المريض ده وازاي نعديه بامان مرحله الشفط وما بعدها. فدي كلها متطلبات لعمليه زي كده.
وزي ما بنقول ما بنبسطش الامور وما بنصعبهاش، لان هي فعلا عمليه مش صعبه، عمليه سهله جدا. الالام بتاعتها محتمله جدا. ما يتعرض ليه المريض انه يحس انه هبطان دايخ، مش لو قام يدوخ، كل ده في اللي بنعدي فيها ال 15 و20 و25 لتر. مريض واخدين من جسمه سوائل ما يعادل 20 ل 25 لتر. وده زي ما بنقول اعراض كلها بسيطه بتسيطر عليها، بنعديها بسهوله. المريض بياخد نتائج مرضيه جدا، سواء حاجتين مهمين قوي، الشكل والوزن. فمريض بياخد بمجرد شفط الدهون شكل مناسب جدا ووزن مناسب جدا. شكرا.